يلا بنات، بالنسبه للفصاله ان شاء الله ديال هذا الموديل، هذا الموديل داير على هذا الشكل. هذا هنايا درنا البابيونه، ها هي عندنا هنا البنده راه ماشي من الثوب، راه هذه راه طاي صغيره، هي لبسنا على المكان كبيره. عندنا هنا تقطيعه درت فيها لي فرونس، وعندي تقطيعه اخرى جهه الركبه. بالنسبه للي مونش درت هاد لي مونش هادو اللي ولاو دابا فيهم البلي، ماشي بلي كرو، ماشي بوفون، وانما كيكون هنا بليات صافي. وهنايا راه الكمي معريض، وهنايا درت ليها بنده ديال العيون، راه باقيه البياسه يلاه تخدمات مازال ما كملات ما حتى حاجه. كيف كتلاحظوا راه مزيره شويه على المانكان، مانكان طاي كبيره، والكسيوه راه ديال 11 عام تقريبا. بالنسبه للي بوطون صديفات غنديرهم في النوار في الكحل صافي، مو سميطه في البلونكاسي ولا زويه في البلونكاسي، وهي اللبسه ديال العيد من داك الشيء. يلا البنات كملوا معنا الفصاله ديال الموديل باش مشوفين. يلا بسم الله على بركه الله. هو صراحه هذا الموديل هذا انا يلا نصيح حوايج بناتي. هذا عندي هذا التويب، هذا كريب خديت فيه جوجونس، البنيه عندها تقريبا 13 عام، مازال ما عرفش بالضبط شنو غندير ليها، شويه دوقه شويه في شويه. المهم غادي ندير ليها سيوا ياك، غادي ندير هنا الصطيفات صافي، ندير هنا الصطيفات باش يبان ما يبان سامبل. غندير هنا تقطيعه، بالنسبه للتقطيعه اللي غندير التقطيعه الاولى غادي نديرها باينه، يعني دوك كتعطي واحد الجماليه، دوك لي فرونس اللي كيكونوا باينين، يعني غندير داك الطرف الفوقاني التيراج، وانا غندير عاوتاني تقطيعه اخرى جهه الركبه حتى هي يكونوا البليات ديالها يكونوا باينين، يكونوا باينين ولا ما يكونوش باينين باينين، المهم هذا يكونوا باينين. هذا طاح شويه غاليه، حيت هادو راه غاليين، هاد التيراج ملي كديريه كطيح شويه غالي. شوف السلام عليكم. عيشة صافي. وبالنسبه للكمام ما صراحه ما المهم غنشوف ندير شي لعيبه، غندير شي لعيبه في الكمام، غندير عاد ثاني داكشي درت هنا نديرو هنا، غندير هنا البليات، وهنا غندير لها صطيفه، جوج صطيفات ولا ثلاثه. المهم هادشي اللي قلت، دابا تنقلبو الثوب وغيبان لنا الموديل اللي غندير صافي هكداك. يلا بسم الله. كمية الثوب قلنا جوجونس، ياك ممكن تقل اقل من جوجونس، المهم انا هذا عندي فيه جوجونس كيفما قلنا. ثوب كريب ما كيتجبدش نهائيا، يعني غنخدم فيه كيفما بغيت. غادي نتني توبي على زوج، هاد البيض راه كيتحيد، هاد البيض ما تخليش، نتني توبي على زوج ونعاود نطوي على اربعة، حيت باغا الصديفات في القدام، فين ما كنبغي الصديفات كطوي على اربعة البلاصة المحلولة، باش هاد هاد البيض هذا ما يبانش، يا اما قطعيه حيديه عليك ولا حطي عليه الثوب. دابا غنخدم غنطوي الثوبي على الفوقاني، يعني على زعما غير كميه الفوق، غنجيب البلاصه المسدوده عند البلاصه المحلوله، باغا نعزل البنده منه معزوله وحده، يعني ما تكونش لاصقه فيه البنده، الا ما لاصقاش في الثوب كتعطي واحد الجماليه صافي. هذا هو الطريقه ديال الطويه ديال الثوب. شكرا على الزوينات. كان عندي الكريف في الاحمر فين هو باين. يلا على بركة الله، كنقاد الثوب ديالي علاش باش ما يجينيش طالع شي نازل، العبارات ها هما قدامي. غادي ندخل بسبعة، غادي نهبط بزوج، وغادي نقور. كما قلت لكم بنت عندها 12 عام، يعني صغيرة، كلشي فيها صغيور. عندها في الكتاف عندها 36، أنا ما عنديش لها 36 كاملة، غادي نقص ليها، غندير ليها 16، هانتوما تعرفوا علاش، ولا ندير ليها 16 شونس، ندير ليها 16 شونس، حيت باغا ندخل ليها الكمام، وغنهبط ليها بثلاثة بوفون، وغادي نطيح الكتف، حطيت الكتاف ناقي جوج، وهبطت بثلاثة، غادي نهبط، ما غنديرش بوفون، غادي ندير هذا، ماشي بوفون، غندير واحد داك الكم اللي درت ليكم العريض. خصو يكون داخل، أييه خصو يكون داخل في التركيب، خصو يكون داخل هداك في الكتاف. أنا هبط ليها 34 في ارتفاع الأمام، وغادي نعاود نجي لهنا وندير 34
غنحط على 34 7 و80 مقسمة على 4 زائد 1. البنيته كتلبس 87، نقولوا 88 يعني 24 22. غنخدم ليها ب عطاتني 22، انا كيعجبني العمر واخا عارفه اسمو الا 24 كاع يتسني. المهم 87 ها هي 87 غنقسمها على 2 وغنعاود نقسمها على 4، عطاتني 43 ونص هي 44، 44 نقسمها هي 22 باش ما تجيهاش ما تعرفي مزيره ولا شي حاجه، غنخدم ليها ب 24 وغننقص صافي. نديرها 23 استاهل واحد، ندير 24. انا بنتي راه كتبغي شويه العرض 24 ها هي اه يلاه بغيت ندير البنات 24. غنعاود نجي للفوق وندير 24 واخا شديت ليهم ولكن ضروري خصك كسيوات. غادي نجيب هاد النقطه عند هادي، حوايج العيد كيلبسوهم في الصباح كيوسخوهم ولا شي خصك ما تلبسيهم عاود ثاني. اللهم دابا ولاو كلشي الناس فايقين بهاد القضيه هادي. اه يا اما كتلبسيها جلا باش الصباح وتخليها لها حتى العشيه وهلي تلبسيها حوايجها، اما باش تلبسيها الحوايج من الصباح حتى العشيه كتوصل 12 كتكوني غاده خارجه ولا كتوصل الحوايج صافي. التركيز عندها اصلا 18 في التركيز، غنحط ليها 18 واخا حطيت هنا 16 هنا ما عنده علاقه بالتركيز، اللي عندها في الكتاف هو باش كننزل حيت بنت صغيره، اما ما كانتش صغيره غنزيد ليها صافي. وغندير ليها التركيز ديالها، راه ما بقيتش مازال كندير ديك 5، دابا نتوما راه كبرتو على ديك 5 ونص طاطين وداكشي. غندخل هنا بزوج سنتيم وغادي ندي هاد النقطه اللي عندي هادي صافي. بما اننا عندنا تقطيعه يعني خص تكون عندنا طلعه، سير شوف شكون كنطلع هنا بجوج وكنقسم هنا على زوج وكندير ليها بحال هكا وغنقطع مزيان. راه محلول مع شكون هيبه واه صافي. غادي نقطع هاد الشيء هذا البنات يلا بسم الله غنقطع هذا، راه ردوا البال من هذا راه ما خصوش يبقى. كنتو بغيتو هنايا البنده ديال الصديق شحال كتخلي؟ كتخلي 5 سنتيم، ولكن غالبا ما تبقاوش ديروها. عرفتي علاش؟ البنده كنديروها من الثوب، الا كان هادشي الا كان الثوب كيتجبد. البنده كتجي زوينه الا كانت معزوله، كتحكمي فيها كديري فيها في الكور اللي بغيتي المهم كديري فيها شي حاجه زوينه. بالنسبه لهذاك التيراج اللي كيجي من الفوق كيجي زوين من سنتين مستديو اه كتخرجيها هو صراحه كيعذب في الخياطه اه هو كيعذب وكطيح عليكم الكسوه شويه غاليه، يعني مثلا جات عندك كليان وبغاتو راه كضربي حسابو قليله كطيح عليك البياسه غير ديال التيراج 30 درهم غير ديال التيراج غير خدمه التيراج يعني بلا مصلوح ولا حتى حاجه. غادي نحيد هاد الثوب هذا كريب ما عرفتش واش المهم كيبان زوين ما في ما نهري يجعلو يخسر شنو اللي ضرب تما على وجهي حيت الكريب راه كاين انواع بحال دابا انا هذا اللي لابسه زوين هاد الماركه محرشه زوينه بزاف هاد الرطبين هادو المهم تيوزر فيهم. شوفوا البنات الثوب راه شويه الديكالا منين ما عرفتش غادي نهبط ليها بثلاثه، نهبط ليها بثلاثه ياك لا ندير كثر المهم غندير 4 مازال ما عرفتش غندير ليها غالبا غندير ليها البابيون ديك البابيون اللي اسمو غالبا غندير ليها هذيك. وهنايا غادي ندخل غادي نحفر ليها شي التركيز شو راه جيت لعند الكتف وخرجت غادي نعبر بعقل نتوما ياك ماشي انا نتوما عقلوا انا عقلي مشى عطاني 25 عقلوا على 25 صافي هكداك اي لا اري هذاك هذا هو اللي كان في الجنبير هذا كان في الجنب هذا هو اللي كان في الجنب هو ملاش كنخرج البنده يا كبيره يا طاي كبيره يا طاي صغيره ديما كيشيط الا الا كانت طاي غليظه بزاف يعني واصله للجنب راه ما كيشيطش لينا اه ما كيكون ما كيشيطش. المهم البنده كنديروها على حسب الصديفه، بما انها بنيه صغيره غنديروا صديفات صغار غندير ليها 5 ولكن غنقصها ولا نديروا 4 من الاول نديروا 4 من الاول نديروا 4 ونص 4 ونص
باش تخليه قياس السوجي وتخليه خياطه الكره. واخا تبان لكم دابا 4 ونص قليله، راه ملي كتقطعيها وكتسوجيها تبدا كبيره. دابا راه قطعتها مسدوده ياك، ايوا ملي غنحلو غنعاود نعبرها عاوتاني. ما تيقوش فيها هكا مسدوده، راه ما كتعرفوش الثوب كيكون متني. كيكون متني. شحال هنا درنا 4 ونص يعني عطينا السعود، غنشوفو شويه يعني السعود. شوف شحال عطات، عطات 11. واخا كتكون مطويه ماشي، الثوب كيتفافى الثوب غيتصيدو البنات إلا جاو خاونا في الزينة. هما ياك صافي، هما خيو الطول ديال هادي راه كتكون الطول ديال المهم حتى تنقصيها هي حتى تنقصيها. نمشيو للامام. راه هي تكرار بالنسبه لهادي. دابا اي حاجه بغيتو ديروها خصها تفينه. كيفاش كتفينه؟ كتخيط هو الاول من هنايا، كتخيط عليه كتقلب باش كديري فيها البابيونه وكتخيط هكذا. كتسورجي هادي كتخيط هكذا، كتخيط لوجي على لوجي عليه كتقلبيها. غالبا الصيفات غنديرو ليها في هاد كتخدم حتى لهنا البابيونه. كتخدميها حتى لهنايا، كتخدميها كتكون باقا كتبقى واحد سنتيم، واحد سنتيم هنا كتبقى هي فاش كتفيني بها صافي. اما الا جبتيها حتى لهنايا بحال قلتي كتجي زوينه، كتجي وحده فوق وحده. ملي كتسدي العنق بحال كتجيك بنطه على بنطه. عندك هادي، عندك هادي، وعندك البابيونه كيبغوا تنين نوريكم كيبغوا كيبغوا هذا العنق يكون فيني بهذا الشكل، هذا البندات العنق فيني بهذا الشكل. حيت انا جربتها هكا وجربتها هكذا ما جاتش زوينه. دابا هادي ملي كنخيطها ها هي فينيتها كنقلبها. ملي كنبي نقلبها كنخلي واحد سنتيم، كنخلي واحد سنتيم عليه كنحط بحال هكا. وداك واحد سنتيم هو فاش فهمتي كيفاش؟ سنتيم الفوق. سنتيم الفوق صافي. كتهودي بها في الخياطه وكتقلبيها. ملي كتقلبيها كيبقى لك هاد واحد سنتيم. هاد واحد سنتيم هو فاش كتفيكسي العناق، يعني كتفيكسي الكولات. الا حاجه وحده، ملي كتبغي ديري كول اوفيسي يعني داك العالي داك الطويل داك اللي كيكون لاصق على العنق، يا اما كتبغيه يكون مفرق لك على عنقك كتجيبيه بحال هكذا، ولا الا بغيتيه مزدي هكا على عنقك يعني حتى هو فيه الصديفه هاد البنطه ما كتكونش فينيا، كتكون لاصقه مع هنايا صافي. ولكن غالبا غالبا هذه الخدمه ديال الباندا. الا كانت الباندا من الثوب، لا الا كانت الباندا من الثوب الكول كيجي كتجي وكيجي البابيونه، ولكن بحال قلتي كيجي واحد فوق واحد ما كيجيش مفيني مزيان. تصيطو حدا قيت يا اختي درت معكم 11 وحدا قيت ونزلت بكري. 12 قلت لكم 12 ماشي مشكل. باقي مازال ما بديناش سميتو الكول اللي عندي غنديرو البيت غنقطعها. انا غندير انا درنا غير قطيعه في الله مثلا على الكول الظهير. علاش ندير قطعه في الظهر؟ فتحه في اللور. فتحه في اللور. فتحه في اللور وهنا مسدود. وهنا مسدود داكشي اللي غيدار في الامام كديريه في الظهر. لا قلت لك زعما غير فين غنفيني البي في غتفيني البي غتفيني في ديك القطعه ديال الظهر. داك الواص. شوفي ها بحال دابا مثلا شتي هذيك دابا اللي درنا ياك ملي كتكون انور. دابا هذا كول ياك، هذا كول راه كاين واحد البياسه صغيره بحال هكا. بحال هكا شوفيها بحال هكا كي شوفيها شتي ها دابا هذا كول ياك، هذا كول. وكتكون عندي اول حاجه كندير هذيك الفتحه ياك، هذيك الفتحه. هذيك الفتحه كنفينها هي الاولى بالبي، هي الاولى كتفينا علي بي كيكون عادي هكا كيكون عادي طويل طويل عادي عادي ولا داير المهم فهمتي كيفاش. كنفينها هي الاولى علي ديك الساعه كنبدا البي من هنا وكندور وكنعاود نفيني هنايا فهمتي كيفاش؟ يا في القدام يا في القدام يا في اللور يا في القدام يا في اللور فهمتي؟ يا في القدام يا في اللور فيما يسمى. اللهم انا يلا البنات نكملوا. غادي نقاد دابا الطرف الوسطاني. بما انها بنيه صغيره ما كاينلاش نقلب الثوب، غنخلي الثوب ديالنا على هذا الشكل هذا نيت صافي. هنطوي ثوبي على زوج صافا الحمد لله بخير. ما الا مزيان كيوسوا نتوما الحمد لله.
صيبت عام الثاني واش ايه الاول ولا يلا كنطويتو بي على أربعة بحال هكدا ايوا ردو معايا البال نعاود نسعى الثاني ديك الهبيطه اللي كندير كنجي لهنايا وغادي نهبط اصلا الثوب ما مقدش من الاحسن اي قد الثوب باش يبان لكم هكداك كنجي لهنايا وكنهبط ب 4 سنتيم علاش باش نقد الطلعه ديال اكس واي ديالي كنهبط ب 4 سنتيم هذه بنيات انا نقدر نهبط لها بثلاثة ولكن تسمى تاعي من الكبار وواحد ربعة كنمشي بها ديريكت وكنمشي ازيرو هذه ضروري البنات كدار في القطعه الفوقانيه صافي بالنسبه للبنيه عندها 134 134 نحاول نقسمها الفوق راه حيدنا منه قولي 34 دابا بقات لينا 100 100 غادي ندير 50 في 50 دابا غندير 50 الاولى ها هي صافي ها 50 ها هي حيت قلتي دابا داك الطرف التحتاني كتحاولي كتقسميه غادي نجي طنص وغادي نطلع واحد شويه تقريبا ديك 2 سنتيمات وهنايا راه غنحاول نحيد هذا البيض وفي نفس الوقت نحل ما كانش عندكم هكا بحال هكا شي ديفو كتحلي كتحلي الطرف اللي من الهيل والاخرين ولا كتقادي الثوب من الجناب وصافي راه كيكونوا جوج محلولين وجوج مسدودين هنا كنمشي ديريكت وكنبقى غادا حتى تنطلع ازيرو وغنعلم باش ما يدخلش ليا هذا مع هذا هذا راه لا علاقه لي مع هذا ويلي راه درت شي درتي في الصمه ديك النهار وي قلبتيهم قلبتهم وكتجي ديك الصمه مولات السوجي قال مولات السوجي دوخاتك خا خيات البياسه حيت كتبان لي البيصه درت هكا كيبان ليا هذا اي اي الجنب درتيه هنا هكاك اللي وقع ليا تاني لا الضو البارد الضو البارد شوفي شوفي شوفوا ماشي مشكل بالعكس ماشي مشكل في الاخر تعطيك الا شتي هاد الصالوبيت انا العذاب اللي دوز عليا العذاب اللي دوز عليا صوري البندات خيطهم في الوسط وجاني داك وجاتني ديك اللعيبات داك القزيزيبه ديال التركيز خارجه الله يا ربي اش غندير لهذا صافي ودرت البنده في الجناب المهم ملي طلعت بيون هي هي لا الحاجه ملي كتكوني عمرك صايبتي راه ضروري خاصه انا نمشي من داك النوع اللي كنمشي نقلب على كيفاش تخيط هذا ولا كيعجبني نحط داكشي اللي تعلمت نحطو في الاخر كتخرجي في نتيجه مزيانه وحتى نتوما ان شاء الله النهار تعلموا انا راه كنعطيكم المهم ما غاتشدي البياسه تقدري تفصليها بوحدك وكتوقفيها في المانكان وكتشوفي لي ديفو اللي تحطي فيهم اللي خايبه هو مثلا شي حاجه الا ما فيهاش ما يتصلح اللي كتكون صعيبه المهم شوف هاد البنات ردوا البال كيف ما قالت لكم فاطمه نهضت شدات الجلب وخيطاتو هنا يعني غتعلموا تردوا البال راه كي راه تما راه جا واحد الطوله لا لا ردوا البال ردوا البال ديما هنا كنعلم علاش انا كنديرها شوفوا ها علاش انا كنديرها واش انا باغا نوسخ الثوب لا لا كديري هكذا باش ما ها هذا راه كيجي داير هكا ولكن على حساب يد كل وحده راه انا دابا اللي خياطه وبعد اختارت هذا هذا كيتقلب ليا مع الجناب ولا مع هنايا ولا الله اعلم خاصه ملي كيكون شي ثوب ما مازال هذا راه باينه فيه التكويره صافي المهم هنا كنعلمو باش ما تخلطيش هنا مع هذه تحت هذا اما الا درتي مع الجناب هذيك راه غلطه كبيره بالنسبه للي قلت لكم قبيله قلت لكم هذا قبل ما كنخيطو غنمشي ندير ليه التيراج ياك التيراج راه عرفتوه نتوما ولكن الناس كاين اللي ما عرفوش كتمشي عند مول السورجي كيدار عند صحاب السورجي كتقولي دير ليا التيراج التيراج كيدار من الفوق وكيدار باللون ديال البياسه غالبا هذا غنديروا لها فهاد الخضر هذا فهاد الخزي هذا ولا في الكحل ودابا ملي غتبغي تخدم البياسه كتخدم على الوجه صراحه كيعذب يعني نتوما ملي غتبغوا تكونوا ملي غتبغوا تشدوا هاد البياسه ديال التيراج من الفوق طلبوا الثمن اولا كطلبي الثمن بعتها 21 درهم ديال التيراج هذيك ما تهضريش عليها ما تهضريش عليها علاش كل طف كيقادوري ب 5 دراهم ولا ب 120 ولا 240 بالنسبه لهذا هذا كيتسرجا هذا ما كيتسرجاش ديجا راه فيه التيراج كديري النص مع النص وكتشدي هادو من الاحسن من الاحسن كدوزي بعدا كتعلمي النص وكدوزي ليه النمره 5 ياك وكتجري واحد السيده راه قال لك عقل فوق عقل جات عندي صاحبتي داك النهار ما عندهاش علاقه نهائيا بالخياطه واحد شويه كتفرق في الخياطه ما شافتني مدابزه معاه في الماكينه شداتو وقدته بالفنيتات فهمتي كيف انا ما كنديروش بالفنيتات انا كنبقى مدابزه معاه بيديا شوفوا ها تدي النص مع النص وكتبقاي كديريه بالفنيتات كتفيكسيه بالفنيتات ياك
وكدوزي انا ما عمرني خدمتو بالفينيتات بعتا ما عجبنيش في الاول تعاصرت انا وياه طريقه الفنيتات زوينه كندير انا بحال هذا سميتو لا ما عمرني درت الفنيتات لا لا انا دابا ملي كنكون كنخدم لي فرونس لي فرونس ما كيعجبونيش هذا لا هذا ديال الفوق شويه كيعذب كتخافي الثوب باش ما يهرب ليك شو يعني من الاحسن غتشدوا المنتصف مع المنتصف وغادي تشديه غادي تجري الخيط حتى يجي قدو وفيكسي بالفنيتات فيكسي بفنيته هنا وفنيته هنا وفنيته هنا ودوزي عليه خياطه وحده هي فيما دخلي عند الفنيته حيديها مزيان انا صراحه الطريقه هاجي تحيه لزين برا تكون تفرج طيا في هذا الفيديو زين صعب شي صافي البنات حيدنا الطرف الفوقاني حيدنا الوسطاني بقينا التحتاني التحتاني غنفصلو غنفصلو دوبل صافي غنفصلو دوبل ما يمكنش يتفصل هكذا كيتفصل مدوبل الورا صراحه يقدر يجيني يجيني حتى ثلاثه ديال الطروفه ولكن بلاش صافي بركه عليه غير جوج طروفه الا كنا مثلا 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 الكليانه بغات واحد جوج ثلاثه اربعه بحال قلتي اربعه ديال الطرف غنشد هذا الفوقاني هذا غادي ندير ليه واحد الحساب ديالو بحال هكذا ياك وغنعاود نشد واحد اخر ولكن الفوقاني غتنقصي منه شويه صافي ولكن هذيك الطريقه صراحه كتاكل الثوب بزاف قربنا سالي السلام السلام يلا دابا غادي نخدموا الطرف التحتاني اللي هو خصو يكونوا فيه البليات بزاف زعما اللي اللي غيكون شويه فيه البليات شحال بقى لينا درنا الطرف الفوقاني فيه 34 وبقات لينا 100 100 قسمناها على جوج يعني 50 50 بما انها بنت صغيره ما غنديروش ليها كسوه طويله مجرجره لها مع الارض وفينا هو الكريم عرفتي الخياط المعاناه ديالو الوحيده هو الكريم خصهم يديروا لينا شي حل مع هذا الكريم ياك ما حطيتو في هادشي ما كاينه في شي المحلول حيت محلول الطرف التحت الوسطاني خليناه نفس الطويه هاد الطرف هذا لا هاد الطرف اشنو غنبعث جوج ها كذا ملي كنبغيو بليات كثارين واخا بنت صغيره غندير ليها هاد البليات هاد العرض كملو اللي كاين هنايا قلنا غنديروا ليها 50 50 كافيه صافي 50 مزيانه عرفتي علاش باش يلاه يلاه تجيها طالعه ليها شويه على الكعيبه تجي زبيونه ماشي البنت هي صغير كورونا والكسوه واصله عند الكعبه راه كتخرجوا على ولادكم بداك اللبس اللبس راه خصو يزين ماشي يخسر غندير 50 انا غندير اكثر من 50 باش نتني على خاطري غندير 53 صافي هاد 53 غادي نتنيها على زوج بحال هكذا بحال قلتي الدوبل ديال العبار هكذاك الطريقه كتاكل شويه الثوب ولكن كتجي زوينه بزاف غنسولكم نشوفكم واش نايت نيت عاد رمضان هذا راه تقريبا هادشي كنا كنخدمو واش جات عندنا كليانه ياك وجات لينا 3 متر ديال الثوب ولا جوج ونص ديال الثوب وباغيه كسوه فيها بحال هاد الموديل هذا صافي وما قدناش الثوب اشنو غنديرو غنديرو الطياقه ديال البيجامه حنا درنا في واحد الدرس بحال ديال البيجامات عندي ثلاثه ديال الاختياعات ها يخرج لينا واحد يخرج لينا فرفر واحد لا انا ما بيتش فرفر واحد انا بيت بحال هادي والسيده باغا تقطيع الاولى والثانيه والثالثه يعني غادي نديرها على طول اها الاولى ندير طول هضري لي على هذا هذا اللي هضري لي عليه ندير لكم التحميله غادي نديرو على على الارض نحيدو فوق ياك وهذا غادي نردو على حساب زيد سميتو حساباش زيد حتى وحده فيكم ما دارش نديرو بحال الطريقه ديال اللي درنا سنطوليه ما كاين لا طريقه لا حتى حاجه ما كاين لا طريقه لا والو شوفوا اش كنديرو من غير الكمام منين كتكون السيده شفت ثوبها بانه ما قادش هذا اللي كيدوبل كنقصو ما كنديرش ها ما كنديرش طول وديما كنقولها لكم ما كنديرش هاد الطول هذا دابا نتوما في نظركم انايا عندي كليانه طويله غندير لها هاد الطول هذا مانيش لها هاد الطول غنحدي غندير ليها 20 28 ديما كنقولها لكم صافي ولكن الا كانت كليانه صغيره وعارفه الثوب غيشيط هادي راه جوج ونص ديال الثوب عارفه الثوب غيشيط راه نقدر نزيد ليها مازال حتى لهنايا كانت كليانه يعني طويله بحال دابا التقاده ديالنا كديري الطرف الفوقاني بنفس الشكل وكديري الطرف الوسطاني كتزيدي ليه في الطول باش كتبقى لك واحد المسافه قليله لهاد التحتاني بحال قلتي التحتاني هذا دابا راه جا عند الركبه بحال قلتي التحتاني كنديرو تحت من الركبه باش ما كانت الطول ديال التحتاني قليله باش ما كيشيط ليك الثوب وباش ما كثار الطول ديال التحتاني باش ما كياكل ليك الثوب حيت هذا كيضبل على جوج
فهمتوا؟ ايوا على السلامه نوضو. ولكن الوسطاني غنديروه طويل. الوسطاني غديريه طويل. الوسطاني اصلا ما كيضوبلش مع ما كيضوبليه 50 والاخر نديروه 25. ولا الا كنا مثلا عندي ثلاثة متر ديال الثوب، الطريقه اللي درنا في الصفر خرجنا الفوقاني بوحدو وخرجنا الكمام بوحدهم، وداكشي اللي بقى ليا طويتو على جوج وكتعبري هو الاول واش مخرج لك ولا ما خرجش لك. يعني راه شوف شحال من طريقه راهي ما تمشيش تعلمو. عطيه هذا رمضان هذا والله العظيم الا راه راه مزيان صافي، راه منين البنات نقصوا ماشي بحال ملي كان ديك الساعه داك الضجيج وداك الصداع بنادم كثير صافي. راه شحال من حاجه كنقولها لكم يعني غتنفعكم في المسيره ديالكم كلها. طوينا الثوب على جوج صافي. غادي نجي دابا هنا فاش غنعبر 50 ديالي. علاش قبيله قلت لكم نديرو على 50 باش ما تعرفي يكون الثوب ديكالي ولا شي حاجه. حيت درتي 53 ها درتي 53 هي اللي معايا داك الروبيني جا من الروبيني كان عامر هذاك صافي. البنات اخلي تبدات. شوفوا ها هنا درنا 50 ياك، كنجي طال الوسط وكنحاول نطلع على ديك 50 ديال 5 سنتيم 5 سنتيم ولا 4 المهم على حساب. ماشي العبر دي عندكم ديروه النيط، راه ملي كطوي الثوب راه يقدر. انا هنا ما زدت بنات لا خياطات لا حتى حاجه ما زدت والو. علاش ما بيتش البنيه كسوه طويله؟ بيت لها كسوه تكون هي قياس. وهنا غادي ندير لها هذا العرض كامل يعني بات كسوه نيت زوينه بعقلها. دابا شنو بقى ليا؟ بقاو ليا الكمام صافي. الحزيه متوال نقدر نديرو لها منها، وباقا البانزه ديال الكورس طيبه اللي واقيلا هاد العبايه غادي ندوز عليها بحال شي ناس راه ناضو كيقادو الصدايف وبيقطعو ديما هي الزبيب بتقطع الصدفه وقطعات تجل العبايه مع الصدفه قبات جلابتها ولا داكشي كتلابسها البارح ياك اهويبه ديالي. انا شفت قطيعه واحد ربي عرفتها واش ديال الصدايف، ما عمر الصدايف كنخدمهم على الركبه، خدمه الصدايف على ركبتها صافي. البنات هذا حتى هو كندير ليه ها وكندير ليه ها، حتى هو غيدار ليه التيراج. لا ما نديرش ليه التيراج سمعتي، غنخليه لا سامت عرفتي علاش؟ الا درت له هذا التيراج غنبدا نخيط فيه حتى يفوت العيد، يعيدوا الناس ويكملوا وانا باقا كنخيط فيه. هذا غنخليه لا سامت صافي، هذا غنخدمو ليه ربليات حيت كثير بزاف. هذا الوسطاني هذا غندير ليها فيه شويه ديال التفركيز وندير ليها هنا عاوتاني حتى التيراج صافي. هكداك اشنو بقى لينا في الموديل؟ بقاو لينا كما قلت لكم الكميمات. الكميمات ما غنديروش كميمات سامبل، غنديرو شي كميمات يكونوا زويونين. كل ما نحيد الكمام غادي نحيد الحزام، حيت علاش عندنا الكمام مقطعين ما عنديش مشكل. كنتو هنايا ما بغيتو الكمام عاديا راه ها هو الثوب، شوف شحال كيشد ديال الثوب. يا اما كتني هكذا يا اما كتني هكذا، نتيا لكن الاختيار. قلنا حنا عندنا دابا هنا غنحيدو حزام ياك، غالبا الا ما شريتش لها السنطه غندير لها الحزام ها منو، ولكن ما يدارش ليه الحزام. علاش؟ فيه التيراج يعني الحزام غتخبي ليها داك. الا درنا الحزام غيتغطى التيراج، ما تعرفي الا طلع ليها الا ما تبدل تقدر دير الحزام، ولكن غالبا ما غنديروش ليها صافي. يعني الحزام غيتانولا ما كاينش. اشنو بقى لينا؟ بقات لي ديك البابيونه ديال هنايا، هذيك خاصها تكون طويله. يعني غنديرها لا نديرها في هذا، نديرها في هذه البلاصه هذه صافي. غنديرها هنايا، نديرها هنايا بالنسبه للبابيونه غندير ليها فيها ديك تقريبا بحال هكذا. شوف شحال هنايا نديرو 12 صافي. ندير 12 البابيونه البنات راه كدور على العمق وخصها تهود شيطه من الجي من اسمو صافي. ها الطول اش نقول لك مزيان صراحه، انا الطول ديال البابيونه كندير على حساب الثوب اللي شافيا، راه كاين الخطره اللي كتكون صغيره هي هي وعلى حساب العمق، الا كانت في العمق بوحدها ولا كانت في اليد بوحدها على حساب الطول اللي شاطلي. بالنسبه دابا لهذه مزيانه، يلا دور ليها على عنقها و تجي هكذاك مزيانه. شناهي زين
هذيك راه كدار هنا حتى كتخيطيها حتى تبي تخيطي سمعتي حتى كاع تبي تخيطيها قالت لكم واش ما غاديش دير لها التقنيته نديرو لها يا خيتي التقنيته هذيك حتى كتبي كاع تخيطيها شوفوا ها باش ما تبقاوش تغلطوا في ديك التقنيته غنسهلها عليكم ملي كتجي كتبي ديري البابيون هاد البابيون انا غنحاول غنشاركها في الخياطه حيت غالبا الاغلبيه ما كيعرفش يخيطها نخليو لكم الخياطه ديال هادي شوفوا باش ما تعذبكمش كتجي لهنا وكدير لها بحال هكذا كدير لها هكذا وكتمشي عليها بحال الحزام بحال الشكل ديال الحزام صافي باش ما تغلطوش في الخياطه ديالها هادي 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 100% غادي نشاركها غنديرها في فيديو بوحدها والكسوه ما عرفتش ها الكرافطه مالها هي هادي الكرافطه هادي راه الكرافطه ديال العرس هي هادي الكرافطه هادي هي البابيونه اللي كدار في العود صافي دابا وانا خدامه طاح ليا في بالي بانه غادي ندير لكم ايمات سامبل ياك وندير فيهم هذا ندير فيهم حتى هما بابيونه في اليد بلا ما ندير ليها حتى هنا التيراج ونزيد عليها كثرت المصاريف يعني غنجي لهنايا راه قلت لكم راه انت خدامه وانت كتبلاني كتسولوني كتقولي اش غديري بعض المرات اش غديري كنقول لكم ما عرفتش راه ملي كتكوني كتفصلي كتكوني خصك يبداو يطيحوا عليك البلانات عطيني توبيع عريض على يا شال عيشه انت اللي حضرتي من الاول والله يلا عيشه صار هكذا لا علاش عطيني توبيع كيف لا انا غسيده تدير البانطا ما غنديرش بوفون لا غادي نغبيتي هاد البليات انايا بيت لها البليات من هنا لهنا ولكن ماشي بوفون صافي بوفون كيجي من الفوق وما عندكش الحق تفوتي فيه 6 ولا 8 صافي هذا خاصك تب بزاف كيجوك البليات ما كيجوش من الفوخين كيجوا هاد البليات ناعسين وكيجوا زويونين يعني كيخصك تشوف بزاف انا دابا شنو باقي خاصني مازال خاصني البابيونات البابيونات غنخرجهم في هنايا يعني عندي الحق انني نزيد في العرض ديالكم كيف انا بغيت يعني نعم وهي نوري صافي البنات يلا عندك 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 الحق شحال بغيتي تزيدي شحال درنا شحال لقينا في اسمو 25 يعني ناقص واحد هي 24 هكذا يعني شوفوا البنات لا لا ماشي سبعه كنقلب انا على كثر غادي ندير 12 انا غندير لا 12 كثيره غندير 10 غندير 10 ياك المهم انا دابا غندير 10 ولكن نقدر نقص فيها صافي ها هي 10 نقدر نقصها غادي ننزل غادي نقلب توبي غادي التوب ديالي غادي نهبط ب 13 ولا 12 صافي نديرو لها 13 حيت 13 عام 14 عام راه كيتحسبوا حتى هما الكبار انا كنت كندير 13 كساويه تقريبا غالبا كلشي الكريب دوك الرقاق اللي كان هادي اللي كتلبسها دابا راه هبطها ب 13 هنايا ولكن كيكون داك الكريب اللي كيتجبد هبط ب 13 هنا قلنا درنا 10 دابا غادي نحسب غنشوف واش عندي شحال 24 ولا ما عنديش هي عندي يعني مزيان صافي شتيها 24 هي هادي غادي ندي هاد الخط عند هذا غتشوفوا دابا الفرق حاولي يا هبه زومي ولا قربي عندي ولا صافي هاد كاين الفرق ما بين الكم الاخر وهذا هذا كنخلي البليات هنايا صافي وكندير خط كنتي بغيتي غير جوج بليات راه كتزيدي في التركيز بلا ما كديري هاد الخدمه كنتي باغا بليات كثارين راه كتخلي القياس اللي انت باغيه مثلا تقدري ديري حتى 16 18 على حساب البليات اللي انت باغيه صافي غير ما يكونوش عاوتاني نازلين بزاف صراحه 15 ها من النص ديال التركيز كيجيو غير من هنا الا كانوا داخلين هنا ما كيجيوش زوينين كيجيو من هنايا صافي كيجيو من هنا صافي انا هنا قلت لكم درت 10 ولكن عبرت كل لقيت ما قادنيش الثوب يا اما غنجر ولا غادي نقص من البليات درت التركيز اللي عندي ناقص واحد دابا غادي نقسم على زوج دابا غندير كمي عادي نساو لي هذا واش كاين غنقسم على جوج غنعاود نقسم على 4 هنا غنهبط بواحد غنفوت النقطه الوسطانيه وغنطلع بواحد وغادي ندير النقاط غنصير النقاط مع بعضياتهم صافي هنا غنمشي ديريكت هنا كنمشي ديريكت صافي هنا كنمشي ديريكت واحد شويه بحال قلت لك كتعيب واحد اميك ديال السنتيمات هنا ما كنحسبوش هاد البلاصه ما كنحسبهاش غادي نهبط بالطول ديال الكود عند البنيته عندها 29 ها هي غنحطها ما تنساوش راني باغا ندير الفرع بابيونه لتحت المهم حنا وزهرنا بقى لينا هو هذاك ما بقاش راه غندير ليها هنايا علاش خليت هاد البلاصه هادي ها باش نخلي لشي حاجه خصني تبقى لي شي حاجه باش نلقى باش نديبان
صافي ماشي نعطي الثوب كامل ديما ديما حاولوا وخلوا واحد شويه ديال الثوب ما كتعرفيش وقت شنو كتجي. درنا من هنا لهنا 29 عندها 29 في الدوره ديال الدراع ها هي يعني 15. شوفوا ملي غنحط 15 ها ملي غنحطها صافي وغنعبر الطول ديالها هنا راه ما كاين لا هود لا من هنا كيتعبر الطول من هنا كيتعبر الطول. شتو الفرق واش ديري هاد الكمره ان شاء الله تيتجمعوا البنات وغنعاودوا معكم. البنيه كتلبس 57 غادي ندير ليها غندير ليها 49 غندير ليها 49 وكنت كنت ناويه زعما يشيط ليها هنا الباندا ساعات ما شاطاتش غنشوف كيفاش غندير ليها صافي مزيان هكذا ما يمكنش غندير هذا العرض كامل يعني غادي نحاول ندير ليها لا غندير لها هي 13 مزيانه صافي غندير 13 مزيانه. وما تنساوش راه عندي انا هنايا راه عندي هنايا العرض راه عندي 10 زائد 13 ليدات صافي هنا ما كنتوش بغيتو عريض بزاف راه كتنقصي ولا كتشدي من هنا عندك هذا هذا وهذا شدوه من هنا وزيدوا واحد شويه انا غنحاول نقص نقصي واحد شويه ماشي بزاف صافي مزيان وغادي هادشي يبقى هنايا شفتو هذا راه كيجيكم عقلو ها هو اللي ولاو دابا خلات هذاك النهار وحده قالت لي قالت لي كتقتلي ملي كتقولي هذا بعقل وهذا ماشي بعقلو ملي كان بعقلو زعما زعما كون مني ها شي حاجه هما اللي ولاو دابا كيف ما قالت لنا فاطمه هما اللي كاينين دابا في لاموط كيجيو زوينين بزاف كيعطيو واحد الجماليه البنات كون ما خليتش هذا فاش غنحصلو غنحصلو في الباندا ديما فكروا بحال هكا غنحصلو في الباندا ايوا شوفوا البنات دابا شوفوا هاد من هنا لهنا كلو بليات من هنا لهنا كلو بليات غادي يجي بحال هكذا هي راه شنو هو الفرق بين هذا وهذاك هذا كيعطيني البليات زوينين والاخر كيعطيني بليات منفوخين هذا كيعطيني بليات ها هذا كيجي وافر هذا لا هذا كيجي ونقصت من الكتاف باش البليات يجوني داخلين ليا في الكتاف باش المهم شي حاجه زوينه صافي الله اكبر رفوتين بقى لينا هاد الطريف هذا هاد الطريف هذا اش نديرو به ما عندنا ما نديرو به صراحه كنت باغا ندير البابيونه باغا ندير البابيونه هنايا ماشي مشكل اصلا هذا لا ما بقاش شوفوا ها ضيجه الكم شارجي ياك فيه البليات وفيه النفخه وفيه اسمو غندير لها صديفات هنا صافي ونوض نيضه غادي نشد هاد الثوب هذا اللي شاط ليا غادي نثني على زوج بحال هكذا صافي وغادي نعبر ليها حتى كي غندير لها صديفات مادام كاينه صديفات غندير لها حتى انا صديفات غتجي زوينه هي غتجي زوينه عندها 57 درنا حنايا شوفوا غنحط هذا هنايا وغادي نجيب لكم ديالي باش ما نطيحوش في الغلط ديما كنوريكم ديما الطريقه هذه حيدوا عليا الحساب وداك التخربيق والماكينه ونقص وزيد حطيكم مك بحال هكذا وديما كنقول لكم الطول ديالكم زيدي عليه زيدي عليه مزيان هذا راه متني على 4 شفتوا واحد جوج يعني ها الباندا الاولى ها الباندا الثانيه وهذا العرض هذا راه كافيني يعني انا دابا كنقلب على العلو العلو ديال الباندا البنيه انا دايره لها 57 دايره لها تتلبس 57 يعني 57 خصها تبقى ونزيد عليها واحد شويه المهم انا غندير هذا العبار هذا عيني قالت لي هذا العبار غنشوف نيت واش هو هذاك ولا لا عطاني 60 يعني مزيانه مزيانه 60 مزيانه صافي نزيد واحد شويه حتى دير لي السياج ياك نزيد واحد شويه ما حتى دير لي السياج صافي هكذا غادي نحاول نحل هنا الله خدمي اليوم هذا قولوا 12 بالنسبه للباندا ديال الصدايف كيبيت كتبي تكون مضوبله كتبي تكون مسدوده من التحت وكيكون العبار مضوبل وإلا ما خدمتيهاش راه ما غاتجيكش مزيان الطباشير ديما غير تحت العلو تفاهمنا عليه صافي يعني كندير الطول ديالي كليانه وكنزيد عليه شي حاجه بالنسبه للعرض حنا شحال كنديرو 26 بالنسبه لهم ما عنديش لا 26 انا كندير 26 يعني غير هو واحد الحاجه راه فيها العرض يعني غندير ليها نديرو 22 لا قليله نديرو 23 نديرو 23 مزيانه البرده باش ما كانت وحده على وحده مزيان
هكذاك ايوا غنجي وغندير هاه باش كنشوف واش ولا كنعاود نعبر علاش البنات شوف الصديفه اه الصديفه ثلاثه غندير ثلاثه اه غندير ثلاثه ديال الصديفات اه غندير ثلاثه الصديفات نعاود نخلي واحد فاش هذا سميتو ما كنقصوش بالخياطه مثلا لا لا ما نقصش لا لا كتخليه واو غادي نعاود نعبر جاني هذا الشيء بحال الا مع ملي كان متني بحال الا ما ماشي هو اثنين وعشرين مزيان نشوف هنا 23 مزيان صافي دابا انا هذه راه ما نخيفهاش ليها حتى تجي هي ودير لي السياج حتى دير لي السياج لكم ماشي حتى تخيطي الباندا تلقايها تلقاي لكم طويل ولا تلقاي الا لقيتي قصير راه ماشي مشكل طويل بزاف اللي خايب دابا غتجمعي لكم غادي نجمع لكم عادي وغنخليه مفتوح من هنايا غنخليه مفتوح اصلا هو كيبقى مفتوح على حساب البنطه كتفيني بلاصتو حتى كديري ليها لي السياج وكتشوفي انت عينك ميزانه كتشوفي واش هاد البنطه بحال الا كنتي شويه كديريها لكم وكتحطي لها البنطه كتشوفيها واش مزيان جاتك مزيانه عينك ميزانك على الخياطه راه كديريها جاك لكم مطبر راه كتنقصي لها من البنطه ولكم كتخليه ما كتنسيش صافي هكذاك ها لكم ديالنا ها البنطه قبل ديما هاد العمليه البنات ديروها حيت راه الا ما درتيش هكذا خاصه ملي كتكون الدنيا مخلطه كتلقاي هذه البابيونه ديال العنق صافي كتجيني ها الطرف الوسط التحتاني مدوبل على زوج ماشي بالضبط اسمع تفيطي عليه الطرف الوسط الفوق الطرف الفوقاني الوسطاني ها البنطات امام والظهر مزيان ها سيرو تنعسو كتبان ليا بافيكم النعاسه البنات يلا بدينا يلا قلنا بسم الله هاد الطباشير هذا